السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم ما إنما كنتم أدعوكم مع بداية هذا المباشر أن تقوموا بمشاركته وكذلك الإكثار من الجيمات من فضلكم عفوا لحظات نبدأ على بركة الله إذا على بركة الله نبدأ في هذا المباشر سنتحدث وإياكم عن الفضيحة اليوم اللي يعني تكسر كل ما ما تبقى من أسطوانة المخزن المشروخة والمتعلقة بما يقال عن ما يسمى بمغربية الصحراء. اليوم سنتحدث عن الخطاب الذي قدمه أخناتوش العظيم أمام إحدى القمم التي انعقدت اليوم في المملكة العربية السعودية واللي كان المثير فيها على أنه الخريطة اللي قدمت أو الخريطة اللي الترويجية لهذا الحدث اللي هي في خلفية أخناتوش العظيم تشير إلى الخريطة الحقيقية للمغرب من دون الصحراء الغربية، يعني الخريطة الحقيقية التي يجب على الشعب المغربي أن يعتمدها وأن يقطع من خلالها الـ 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 يعني الوصل بكل ما يقال هنا وهناك كل كل هذه العقود بأن هذه القضيه هي الطاغيه الوطنيه الاولى بالنسبه للمغاربه. عفوا وهي الطاغيه اذا كانت هناك طاغيه او اذا كانت هناك قضيه وطنيه فانها قضية وطنية أولى بالنسبة للشعب الصحراوي وليس لغيره لا للعربية السعودية ولا للمحتل المغربي ولا لكل ازلامهم الذين يساندونهم هنا وهناك. اذا سنتحدث عن هذا الموضوع وسنعود الى الأيام الماضية الى خطاب ممثلي المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة اللي تحدث عن الصحراء المغربية والذي روج لخطاب المخزن وأكاذيب المخزن تنمية والانتخابات والانتفاخات وأعلى نسب المشاركة في الانتفاخات وكل تلك الروايات الكاذبة سنتحدث عن ذلك نقطة بنقطة يعني سنتحدث عن هذا الموضوع ونقف عند كل نقطة من خلال طبعا تصريح الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة واللي كان يتحدث أمام أشغال اللجنة الرابعة اللي هي لجنة تصفية الاستعمار نعم العياشي نعم لجنة تصفية الاستعمار ماشي لجنة الصحراء المغربية ولا 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 لجنة طنجة القويرة <applause> خلونا نضحكوا مع هذا هذا الشعب الكوليخ الشعب خل... خلينا نضحكوا معاه فقط لانه آه... الامر آه ان شاء الله الرحمن الرحيم بالنسبه للصحراويين هو امر محسوم يعني لا احد من الصحراويين يمكن ان يجادل في هذا الموضوع لكن بالنسبه لشعب الكوليخ خل... نضحكوا معاه شوي لربما يستفيق ضميره وتصحح له معلوماته ونضحكوا معاه مع طبعا ومادتنا هي 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 الاكاذيب المخزنيه اكاذيب التنميه سبع دراهم واستخلص درهم يعني احسن تاجر في العالم هو المخزن مسيكين يدفع سبعة دراهم في الصحراء الغربيه واخذ درهم مسكين يعني والله يبقى فيها يعني هذا المخزن <applause> اذا لا تنسوا مشاركه الفيديو من فضلكم لحظات ونبداو ولكن قبل ذلك لا نذهب او لا نمشوا ان شاء الله الرحمن الرحيم لبلاغ وزاره الدفاع الصحراويه الذي يوثق لعمليات جيش تحرير الشعب الصحراوي واللي ما ما ناسين مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي اللي, اللي لولا لولا جسارتهم ولولا بطولتهم ما كان كل هذا التاريخ هذا التاريخ الحافل لا خلال حربية التحرير الأولى ولا حرب التحرير الثانيه حتى وان كانت يعني في بداياتها ولكن يعود لله الفضل ولهم كذلك لانهم ساهموا بان يكون لهذه القضيه اشعاع دولي يعني نتكلم عن الحركات التحرريه لا اتكلم عن شعوب الخبز وبطاطا وماطيش انا لا اتحدث عنها لان هذه شعوب البطن انا ما اتحدث عن شعوب البطن انا اتحدث عن شعوب الفكر والشعوب التحرر والشعوب التي تريد أن تعيش بكرامة يعني حتى وإن عاشت لا عاشت لا نص نهار ولكنها تعيش بكرامة تعيش بكرامتها نص نهار ولكن تعيش بكرامتك وتتوفع شيء النهار لكن باش تعيش عقد وعقدين وقرن وقرنين و عشر قرن و16 قرن ومنعرف كم من قرن وانت عايش عبد عند الملوك يتحكمون فيك ويذلونك ويستعبدونك بعد ان ولدت حرا فيعني في يعني لا توجد ضمن التاريخ واخا يكون عندك 20 قرن واخا يكون في تاريخك 20 قرن فانك لا توجد على 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 سجل سجل الفخر البشري يعني يجب ان يكون لك بصمه اما تقول لي انا عندي 20 قرن ونما اشاهد واعود الى تاريخك اجدك تعبد الملوك وت... وتنبطح عند أقدامهم وتقبل أيديهم وتبحث عن عن رضاهم وهم يزيدونك ذلا كل يوم فلا فلا ما كان لك في هذه البشرية إذا مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي الذين ذهبوا إلى الحرب والذين إلى الحرب لأنه الحرب طبعا واحد واحد لا راسهم لا من بطاطا وباطيشة لا على الحرب واش اللي راسو مطنطن من الحريرة اللي يتكلم له على الحرب ويفهم الحرب الحرب يفهمها واحد يبالغ ويقوم قايس المدفع والله يبالغ ويقوم قايس الصاروخ والله يبالغ ويقوم قايس والله قاع ما ياكل شيء ويقوم قايس 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 ال... ال... النار او ما واحد كي قبل الحريره يشرب الحريره و... و... ويعود الى 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 سباته وانتظر ان شاء الله وراء تحقيق النصر وانتظر ان شاء الله يتحقق لك النصر. يجي الجواز الصحي ويذلونكم. تجي كورونا يذلونكم. تجي الجايحه الكحله ويذلونكم. يجي قاع الخير ويذلونكم. يجي احسن احسن عام في, في, في القرن ويذلونكم. لانهم تعودوا على 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 اذلالكم. إذن يقول بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية لا تنسوا مشاركة الفيديو من فضلكم يقول بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية تحت عدد 348 بأن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد نفذت هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات البجاري أوسرد وأم بحسب البلاغ 348 ويقول لنفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال في المواقع التالية قصف مكثف استهدف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أم الدقن في قطاع البجاري قصف عنيف ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي بمنطقة قلب النص في قطاع أوسرد وقصف استهدف قوات العدو بمنطقة تجالة الصبط في قطاع أم دريكة نتمنى ان ننطقها بشكل سليم وتستمر كما يقول البلاغ هذه الهجمات اللي هي هجمات اسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار ونذكر مرة أخرى شعب الكوليخ أن هذه الحرب مستمرة منذ الثالث عشر من نوفمبر 2020 يعني رن على مشارف سنة سنه وانت ارى تعدوا عليا آرا قلعوا مني ارضي أرام قلعوا مني الدوار ارى قلعوا مني ارى في... في, في, المستشفى ارى والحرب لها سنه يعني قريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني ت... ترقى العام <applause> وانت قاعد تنتظر المشهور <applause> إذا كما قلت اليوم صدم العياشة مرة أخرى. أخناتوش العظيم في أول مهمة يعني في أول مهمة لأخناتوش العظيم إلى خارج الحدود طبعا ذهب إلى المملكة العربية السعودية وحينما مرحبا وسهلا يعقوب مرحبا وسهلا لبيب بيت السيد مرحبا وسهلا، إذا لما ذهب أخناتوش العظيم في أول مهمة للخارج طبعا ذهب لماذا؟ لماذا؟ نظركم على أنه يعني كما يقول علي القرن لأنه فم فم طائرات الآن في أجواء إقليمي من المحتل بالتأكيد يعني نعم كاي جرين كاي جرين عفوا الان هناك مجموعه من الطائرات الحربيه تحلق في سماء إقليم المحتله بالتاكيد اذا كما قلنا انه اخناتوش العظيم ذهب الى المملكه العربيه السعوديه في نظركم لماذا ذهب ليدافع عن مصالح الشعب المغربي ولي يكون الى جانب هذا الشعب المستضعف وذهب مسكين يعني سيتعب في المملكه العربيه السعوديه ويتعب في الرحلات ويتعف المطارات من اجل مصلحه الشعب يعني مسكين يموت على الشعب المغربي فنظركم لماذا ذهب 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 لي للتسول ذهب للتسول ذهب لمد يد الصدقه كما قال ابو احمد القرشي طلع يعني مد يده ارسله سيده ليمد يد الصدقه ويستجدي العربيه السعوديه باش تعطيه شوي من الاموال لانه حاصل لانه واحل لانه غارق لانه يعيش وضعا صعبا بسبب الحرب وبسبب كورونا وبسبب السرقه والابداع في السرقه في سرقه الملاع اذا ذهب ليستجدي المملكه العربيه السعوديه لمواجهه موضوع كبير وهو موضوع الصحراء الغربيه لكن هل من المنطقي هل من المنطقي ان يذهب هذا اخ نتوش العظيم الى المملكه العربيه السعوديه حتى ياتي بالسلاح والله ياتي بالمال والله ياتي بملايير الدولارات من اجل ان يشتري صاحب الدجاج سلاح ليحارب في قضيه تعلن العربيه السعوديه من خلال مؤتمرها اليوم انها انقال لها الصحراء الغربيه حد 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 يستوعب يستوعب الكلمه اللي قلت ولا الجمله اللي قلت يمشي يطلب اموال على اساس انه باش يشتري بها السلاح والله يعاون بها في تكلفه الحرب وهذه الحرب يقول على للصحراء المغربيه والعربيه السعوديه التي ستعطيه المال بسخاء تعلن في يافطة هذا المؤتمر الكبير الذي ينظم اليوم في المملكة العربية السعودية تعلن بأنها قال الصحراء الغربية باش تعرفوا كيف أن هذا المخزن يعذب نفسه بنفسه باش تعرفوا أن هذا هذا المخزن يعذب نفسه بنفسه وحينما يعذب نفسه بنفسه فإنه يذهب بالشعب المغربي إلى رحلة العذابيات يعني ما يذهب لوحده يعني ما يتحمل المسؤوليه لوحده في هذه الحرب لو كان لو كان صاحب الدجاجه قد ارسل ابنه او ابنته الى الحرب والله ارسل اخاه والله اخواته الى الحرب والله ذهب هو شخصيا الى هذه الحرب نقولوا على الاقل راهي حرب مقدسة وحرب يعني تعني الشيء الكثير بالنسبة للمغرب وللمغاربة وللمملكة الشريفة والمملكة وذلك شيء المهم غلطة كاملة التي تسمعون نقدر نقولوها فعلا بأنه هذه يعني قضية عادلة لان شوفوا الملك نفسه القائد الاعلى للقوات المسلحه الهلكيه هو في الصفوف الاولى ويحمل السلاح و... لكن لكن ان يجلس صاحب الدجاجه في الرباط ويغلق عليه ابواب قصوره ويتنعم في خيرات المغاربه ويعيش عزكم الله كلبه احسن من من ملايين المغاربه كلب كلب واحد انا متاكد انه كلب واحد لا كلب واحد من كلاب الملك يعيش احسن من 20 مليون ولا 30 مليون مغربي عنده الفطور في الوقت وعنده الغداء في الوقت وعنده ومضمون له الدوش ومضمون له الادويه ومضمون له كل شيء والبيطري وكل شيء وعنده بطاقه وعنده كل شيء كلب كلب عساكم الله كلب الملك كلب واحد ممكن على انه تجدون وضعه احسن من وضع 20 مليون مغربي اذا هذا الشعب المسكين المفقر المجوع المضبع من صحة التعبير يدخل لهذه المعركة ويقحم في هذه المعركة ويمشي منه الآلاف داخلين هذه الحرب وداخلينها بخلفية أنه رأي هذه أرضنا ويجب أن ندافع عنها وصاحب الدجاجة يجلس في الرباط وأسرته وأطفاله ويدرسون وناجحين تبارك الله عن كان غير القسم الفلاني القسم الفلاني الكورنيل ماجور اليوم يعني ابنه اليوم كورنيل ماجور والله قاعد جنرال على ما أعتقد إيه وصح والشعب الكل خمسين غريبية حتى الطائرة. ويكذبوا عليه في العناوين يقول آه المملكة العربية السعودية تعلن مجددا مساندتها وتضامنها مع المملكه المغربيه في كذا وكذا وكذا الصحراء المغربيه، وانسكي وتم يجتر هذه الاسطوانه. واش هذا مقبول؟ هل هذا مقبول؟ هل هذا الخطاب مقبول؟ اش فين اليوم؟ لما نشاهد هذه هذه صوره اخناتوش العظيم. أه <applause> يعني هذه صوره اخناتوش العظيم. هذه صورة أخناتوش العظيم وهو يلقي كلمة المغربي في هذه القمة وراه طبعا الخارطة خارطة العالم هي هذه خارطة العالم هذه خارطة العالم فيها الصحراء الغربية يلا شليت تقول أنت العياشي من جواب عندك؟ لدينا جواب مقنع. لماذا يعني في نظرك المملكة العربية السعودية لم تقم بنشر الخارطة اللي بغا سيدك؟ لماذا يعني لماذا في نظرك لا تستطيع أن تنشر؟ مش يبغى ما بغات، لا تستطيع. يعني فرق بين بغات وبين تستطيع. المملكة العربية السعودية اللي ظلت تكذب على تكذب عليكم انطلاقا كذلك من 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 خطاب المخزن لا تستطيع أن تنشر الخارطة في مؤتمر دولي بما يسمى بالصحراء المغربية، لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء اسمه الصحراء المغربية، لا يوجد إلا في مخيلة العياشي ومخيلة الشعب الكليخ والمخزن طبعا. لا وجود في العالم كامل لا وجود بما في ذلك حتى فرنسا لا تستطيع أن تقول لكم الصحراء المغربية يك فرنسا فرنسا المساندة لنظام الاحتلال المغربي لا تستطيع أن تقول لكم لأنها رأس الصحراء المغربية لا تستطيع لا تستطيع إذا حتى في حتى في شارة في الشارة اللي أعطيت لضيوف أعطيت لي لضيوف المؤتمر الذي يمثلون الدول يعني هذه الشارة اللي علقها أخناتوش العظيم، أكيد أنه ما كان حد لا يجي يعلق شارة بدون ما يعرفش فيها يعني راهو شاف هذه الشارة وعلقها ولكنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يغادر المؤتمر ولا يستطيع أن يحتج على المملكة العربية السعودية ولا يستطيع أن يقول رأيا مخالفا لما قالته السعودية قدام ضيوفها الدوليين لانها عارفه رأسها بان يجب ان تقول هذا الخطاب ويجب ان تنشر هذه الخريطه اللي فيها الصحراء الغربيه تفهمنا العياشي واش تفهمنا والله والله مازال ما تفهمنا الا ما تفهمنا نزيدوا ما لي نزيدوا, نزيدوا نزيدوا نوضحوا لك بالخشيبات اذا كان أخناتوش العظيم لان نقدم لكم يعني جزءا من كلمتي لان نبحث على كلمته كلمته في, في, هذا الم... <applause> في هذا المؤتمر باش ما تقولوا ما اللي هو اللي راهو اسمه هو... تقولوا راهو الجزائر هي اللي قامت ب الجزائر هي اللي هي اللي نشرت هذه الصوره خلينا الفيديو الحمد لله وحده والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه اجمعين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه اصحاب السمو الفخامه اصحاب المعالي والسعاده اسمحوا لي بدايه ان اقول اليكم هو بالك العياش الملك محمد السادس ياك الخريطه وراه الى اخيه خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله والى ولك الشارع على صدري صاحب السمو الملكي الامير محمد محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود وكذا متمنيات جلالته لهذا اللقاء الدولي رفيع المستوى بالنجاح والتوفيق على ضوء تعميق الوعي برهانات تاكدت الان إذا لماذا أخناتوش العظيم ما قال بمجرد دخول هذه القمة ولا توصل أكيد أنه يتوصل لبغشغ هذوك الجذاذات الخاصة بالمؤتمر قبل دخول هذا المؤتمر إذا في نظرك لماذا أخناتوش العظيم لم يستطع لأنه يحتج على المملكة العربية السعودية كما يفعلون في بعض الدول اللي عارفين بأنها لا أهمية لها بالنسبة لهم لماذا في نظرك لم يحتج ولم ي... ولم يصرخ ولم يغادر القاعه ولم يعني يعلق مشاركه الزريبه في هذا المؤتمر لماذا لانه لا يستطيع لانه لا يستطيع لانه سيفقد الصدقه هو ينتظر اللي له الدمعه ينتظر كيف متى والله التوقيت تحويل الاموال بشراء الأسلحة للصحراء المغربيه لا يستطيع لانه يمرق عينه في المملكه العربيه السعوديه ولا يتكلم معها لانها لانها توجد عفوا توجد في وضع ماذا توجد في وضع قانوني لانها اختارت الخارطه المعتمدة دوليا اللي فيها شينجالو الصحراء الغربيه اللي فيها شينجالو الصحراء الغربيه ماشي الصحراء المغربيه ماشي طنجة القويرة، القويرة اللي تكلمنا عنها إلا, إلا, إلا كنت أنت شجاع وقادر على أنك تبرهن أن هذا الكلام اللي تقول لنا طنجة الجويرا أتحداك أن تذهب إلى القويرة. عفوا، أتحداك أن يذهب سيدك، ماشي أنت، أنت قاع عندك باش تتعشى، لكن أتحدى سيدك أن يذهب إلى القويرة ويلتقط فيها صورة والله يقدم فيها خطابا. يبقى في التاريخ. هذه هذيك 12 قرن من الحضاره ولا 14 ولا كم قبل انتم هذاك تحداه تحداه نتحداه ولكنه لا يستطيع ولا انت ولا غيرك ولا الفيسبوك الفلاني ولا اليوتيوبر الفلاني ولا المخزن الفلاني ولا مسيلمه الفلاني ولا ولا ولا, ولا ذوك الطراطير كامل الذين يطرطرون في الفيسبوك دعاية للمخزن لنعرفوه أكثر منهم لنعرفوه أكثر من من معرفتهم هم بالمخزن <applause> اذا نشوفوا درايك نشوفوا نشوفوا ردود الفعل الناس راهي عاده الناس عاده تتكلم يعني شفت ردود فعل يطالبون هذا اخناتوش العظيم بتوضيحات يطالبون اخناتوش العظيم بتوضيحات مثلا شفت شفت صديقنا مصطفى ديما <applause> هي المهداوي هو حتى هو المهداوي مسكين ما عرف واش يمشي هيك والله ما يمشي هيك ما عرف واش يصدق هذا الشيء اللي نقوله له ولا يصدق هذا الشيء اللي يقوله المخزن <تصفيق> <تصفيق> قالك هو بانه خاص الحل هو مستشار خاص بالبروتوكول الخارجي وش لا يعدل هذا اش لا يعدل هذا الـ هذا الـ هذا المستشار الخاص بالبروتوكول الخارجي اش لا يعدل في ملك الله سبحانه وتعالى شنو قاع شنو شنو حدود قدرته ولا قوته شيء يعدل في العالم لا هي لا هي لا يزور التاريخ لا يزور التاريخ لا يجي شي لا يعين صاحب الدجاجه شي واحد قد يصور التاريخ لا يعين هذا صاحب الدجاجه شي واحد خاص قال لك مستشار خاص فقط بتصوير التاريخ للقول بانه وراء الصحراء الغربيه راهي مغربيه ما يمكن, ما يمكن ما يمكن ما يمكن ما يمكن لاي عاقل الا ان يسمع هذا الخطاب ويصدق هذا الخطاب لا يعدل لا مستشار خاص ولا مستشار عام ولا حتى مليون مستشار جا. لا لا 20 مليون الف مستشار يعينهم صاحب الدجاجه باش يتكلفوا بهذا البروتوكول الخارجي لا يعدلوا بالخروج شنو لا يحتجوا على العربيه السعوديه فرضا يحتجوا على شي دويله مسكينه يشتريها المخزن بجوج ريال ويحتجوا عليها ولا يمشوا يبدلوا لهم الخريطه ويرسوكالو في الحيط ويقول لهم صافي تهناوا الله صحراء مغربيه صافي كونوا هاني سيدكم تقلق لا لا ماشي مشكل ما يتقلقش سيدنا سيدكم بلا ما يتقلق حنا رنا غادي نبدلوا لكم الخريطه وصافي والسلام عليكم كما يفعلون مع بعض الدول ولكن شيء يعدل هذا صاحب المستشار الخاص لصاحب الدجاجه المكلف بالبروتوكول الخارجي اشلي اشلي عدل قدام الدول اللي انتم تتسولونها واللي لا تستطيع لانها تفعل ما تفعله الدول المرتشيه اذا المهداوي كتب 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 هذا والله يعني نشر واحد الفيديو الان لاهي نشوف شكتب كتب الاخ اديب الاخ اديب حتى هو كتب تدوينه قبيل هذه امام امامي الاخ مصطفى اديب خاطب خاطب خناتوش العظيم قال له سعادة المربي مبندر سعاده المربي مبندر وراءه وعلى صدره خريطه المغرب دون الصحراء الغربيه المحتله ها, ها, ها. هذه ليست اول مره تعتمد فيها السعوديه خريطه المغرب دون الاراضي الصحراويه المحتله ثم هناك فرق بين المواقف الرسميه للسعوديه حيث لا تعترف بمغربيه الصحراء وبين مواقف شخصية لبعض المسؤولين السعوديين الذين يجاملون دكتاتور المغرب وعيشته كما يجامل كذا عشيقته ليلا ويتنكر لها صباحا ألم يقل للسفير الفرنسي هذا على المغرب وكما ينافق الكبير الصبي حتى يهدأ ولمن يجهل هذا فإن السعودية ترسل أيضا وبانتظام مساعدات وتمور إلى الجمهورية العربية الصحراوية ايوا أن للديكتاتور يقطع العلاقه مع السعوديه حتى هي لما يجبدوا لما يجبدوا الحمض النووي ديال الرسول ودياله حتى هو يقولوا ليه انت لا علاقه لك بالرسول ايها النصاب المحتال حربوش حربوش لما لما لعب معاهم هذاك التبريج ديالك وشوفها فين غادي تخرج حربوش يعني كلمه دارجه هذا ما كتبه الاخ مصطفى ادي اذا اه اخترتكم فقط يعني عينات قليله جدا من ما كتب لانه فم ياسر من الناس العاديين البسطاء في الفيسبوك الان الذين اصبحوا يطرحون الاسئله ورغم عتوال الوقت لابد ان الشعب الكوليخ سيستفيق من سباته وسيعرف الحقيقه وهذا هو الذي يخشاه المخزن يعني لماذا المخزن يعني يش يستثمر كثيرا في كل في ضرب كل 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 النوافذ الاعلاميه التي تبين حقيقه هذا الموضوع اللي كنا احنا كذلك مضللين فيه حتى احنا رأنا كنا مضللين فيه بالواضح وكنا مضللين فيه وكنا يعني تائهين فيه وكنا لا نعرف حقيقته ولكن من عرفنا الحقيقه وقفنا وقفنا من اجل ان نقول الحقيقه للجميع باش ما يسجل التاريخ على اننا يعني كملنا تضليل الشعب والكذب على الشعب و و وتزوير الحقيقه لان الحقيقه ما تقدر تزورها الحقيقه لا كالشمس لا بد لها في يوم من الايام ان تسطع في كبد السماء ولا تستطيع انك تحجب نورها لا تستطيع الشعب الصحراوي الذي يعني ناضل ل 45 سنه من اجل حقه في الاستقلال على ارضه واخا تتكالب عليه اسبانيا وتكالب عليه فرنسا وتكالب عليه المحتل المغربي وتكالب عليه الاموال الخليجيه وتكالب عليه السماء ولكنه شعب قوي يعني شعب مؤمن بعداله قضية وشعب معه الله سبحانه وتعالى ومعه الحق. ولا بد ان ينتصر. ونظام المخزن سيحييكم الله حتى تشوفوا بانه سينهزم انهزاما لم يسبق له به عاد يعني هذه هذا 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 نراه قريبا باذن الله تعالى. المخزن؟ المخزن سيحصد سيحصد نتائج كارثيه جدا بسبب كل تصرفاته الدكتاتوريه والمجرمه اللي اللي وقع وقع اللي, اللي قام بها طيله هذه العقود. رائحته اعزكم الله رائحته الكريهه في كل مكان. اليوم 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 حتى على مستوى البرلمان الفرنسي البرلمان الفرنسي تدخل اليوم النائب النائب الفرنسي جون بول لوكوك ليتحدث ليتحدث عن ماذا؟ وأصلي عمرك لقيتو شي, شي نظام ديكتاتوري بغى بغى يمارس الديكتاتوريه حتى في الدول الديمقراطيه عمرك لقيتو شي شي ديكتاتور قد جد ديكتاتور قد يمارس الديكتاتوريه في, في, في زريبته يعتقل وقت ما بغا وي ويطحن القانون وقت ما بغا ويطحن الدستور كيف ما اراد ويطحن المؤسسات كما يريد ويعين كيف بغا وينجح اللي بغا ويسقط اللي بغا ويحبس اللي بغا هذاك مش نقولوا بانه راه في زريب راه يفعل فيها ما يشاء ضيعته الخاصه لانه ماشي ماشي بلاد المغرب ما, ي... ما هو بلد لكن هذا بغى 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 يفعل نفس الممارسات نفس الممارسات الاستبداديه بغى يقوم بها في فرنسا بغى يقوم بها في فرنسا يعني الشكايات اللي الان, الان اللي وضع ضد الناس في فرنسا راه غريب ويسكت سكت هو الصحفيين كاملين ما تلي يتكلم واحد من الزريب دوك اللي في الزريبه راهو حبسهم كاين اللي عطاه 12 عام كاين اللي عطاه ثلث عيمان على الدبابه ومرقو وعاد حتى هو يطبل المخزن والمخزن زوين والمخزن كذا وكذا و... و... وع... وانا عياشي وانا كذا يعني نتهناو منه واحد راه اعطينه عاطينو 12 عام وذوك الصحفيين اللي في الخارج اللي ما يقد يعني يوصل لهم ولا يقد يشتريهم ويعني تلقاه حاول وحاول شي طريقه هون وهون وما نجحت ما نجحت له الخطه وبعد ذلك مشى معاهم للتهديد والشكايات لانه يعني اش خاسر هو اش خاسر هذا النظام خاسر والو الفلوس سارقها الملايير عنده ياك يعني لك 20 محامي هون في, فرنسا 20 محامي يطرح لك شكايه والله ثنتين والله عشرة والله كذا كل شيء مظهر هذاك الشعب المفقر المجوع يعني اكبر عدد ممكن من الشكايات اللي وضعت ضد الصحفيين الان في فرنسا من طرف النظام الديكتاتوري هي جايه من المغرب انا يعني بحال ابغي يقول صحافه فرنسا الله يخليكم يا اما تموت تقولوا لي انا هو السلطان انا هو امير المؤمنين انا هو اللي ما نعرفاش انا هو الصالح انا هو ال... الذي يوفر الامن انا هو الذي قوه الاقليميه انا هو القوه اللي ما نعرفاش واما ستجدون انفسكم امام المحاكم الفرنسيه اذا اليوم اللي نسمع هذا المقتطف اللي نسمع مقتطف وش وقع اليوم في البرلمان الفرنسي على هذا الموضوع لانه قد تقدم بشكوى ضد موقع قالو ليمانيتي هنا في فرنسا وهذا الموقع معروف بمقالته المحايده يعني عن للنظام المخزن وضع شكايه ضده قالك بالتشهير وكانت هناك يعني مداخله في في البرلمان الفرنسي لنسمع المداخلتين وسنعود الى تصريح صاحب ممثل المملكه العربيه السعوديه في في الامم المتحده لانه غني ما شاء الله لان فيه ذاك الشيء ديال والانتفاخات وكذا وذا زين عندي نبغيه اذا اليوم الجمعيه الوطنيه الفرنسيه تحالف اليسار في الجمعيه الوطنيه الفرنسيه للبرلمان جون بول وجه انتقادات حاده للحكومه الفرنسيه على خلفيه تواطؤها مع الرباط ضد حريه الصحافه في فرنسا والقانون الدولي في الصحراء الغربيه دلني نسمعوا المدافع. إذا لا تنسوا مشاركة الفيديو في من فضلكم أنا كذلك عندي شكاية وضعها وضعها واحد المفسد اللي هو رشيد التامك في, في من رئيس ما يسمى بالمجلس الاقليمي لآسا الزاك وضع شكايه هنا في فرنسا قال لك التشهير مسكين بريء بريء مسكين ما واكل والو ولا ونزيه ما شاء الله وهو ما كان حد ما يتكلم عن فساده في, 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 في المنطقه ما كان حد ما يتكلم عن فساده في آسى والزاك المحتلتين ما كاين ولا واحد وشيء متقدم لفرنسا متقدم للقضاء الفرنسي <applause> Je sais que vous allez me répondre que le gouvernement ne commande pas les actions en justice, mais l'affaire des cinq plaintes en diffamation déposées par le roi du Maroc contre Mediapart, Le Monde, Radio France et L'Humanité, examinée aujourd'hui par le tribunal de Paris, est un sujet totalement politique. Politique parce que depuis la Révolution française, c'est rarissime qu'un État étranger dépose plainte contre des médias français pour les faire taire. Six plaintes sur sept. Qui ont été déposés depuis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son article 11 qui garantit la liberté de la presse l'ont été par le royaume du Maroc. Politique également parce que la France n'a jamais réagi publiquement à l'utilisation du logiciel d'espionnage israélien Pegasus utilisé par le royaume du Maroc contre des journalistes et contre des élus au plus haut niveau de la République française. Politique parce que votre majorité et votre gouvernement semblent plus prompts. À protéger le secret des affaires que la liberté de la presse. Et politique enfin, parce que rares sont les députés, notamment de la majorité, qui se sont eux aussi indignés de ces scandales. D'où provient cette absence de réaction? D'où provient ce silence complice qui donne les coups d'effranche à ces États qui peuvent faire ce qu'ils veulent, de la Palestine et du Sahara occidental, au mépris total du droit international? Est-ce à cause des voyages de complaisance proposés par le Maroc ou par l'entreprise Elnet en Israël que les ministres et les parlementaires n'osent même plus ou ne peuvent même plus s'indigner face aux actions insupportables de ces États Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes resté muet face aux attaques de Pegasus, puis muet face aux attaques du Maroc contre nos médias Ces plaintes sont des procédures paillons contre la liberté de la presse, إذن كما تشاهدون النظام الزريبة بغي سكت الجميع عنده واحد جوج فرانك سارقها من الشعب وعنده الدكتاتورية عنده واحد العقلية الدكتاتورية وبغي سكت الجميع اللي تكلم يسكتوا هو يعني يتجسس على الناس ويعرف يعني اسرارهم ويدخل الى اسرارهم الشخصيه ورغم ذلك لا 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 احد يحاكمه ما قص حد يتكلم عنه ولا واللي يتكلم عنه يحاكم وهذه واحده من علامات الهزيمه شفتوا هذه الممارسات يعني هذه الممارسات هي جزء من علامات الهزيمه هي جزء من علامات النهايه هي جزء من علامات الوصول إلى 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 نقطة نقطة النهاية، لأن نقطة النهاية قريبة جدا. نقطة النهاية قريبة جدا بإذن الله تعالى، نراها قريبة وهم يرونها بعيداً إذا <كت hac> <applause> هذا اللي يقع يعني هذا اللي شفته ولكن رغم <غنية> <ضغب> ذلك <اللي تصفيق> لابد لا للصحافة الحرة دائما تبقى راسها مرفوعة لأنه رئيس تحرير جريدة ليومانيتي خرج بتصريح أخبط لك دعاية المخزن إلى يعني حطها إلى أسفل وضعها في حجمها الحقيقي يعني قال لهم لن نسكت وسنستمر بإذن الله تعالى واللي في خيالكم يعني أركبوه اذا نمشوا ل... لصاحب صاحب السعوديه صاحب السعوديه لانه ما شاء الله مهم جدا <applause> نشوف اين اكيد انه مسجلوا تصاريح لمستوردي الغاز تعد مبادرة الحكم الذاتي التي تقوم بها المملكة المغربية. أربعين وصل إلى حل نهائي على نحو يخدم مصلحة الأطراف والأمن ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة وشكرا لكم السيد الرئيس. تعالوا نسمع صاحب السعودية. شفنا كيف كيف اليوم يعني ظهرت خريطة العالم وفيها الصحراء الغربية قدام. قدام يعني وفود دولية وشفنا كيف أنه أخناتوش العظيم الخريطة اللي ظهر وراه فيها الصحراء الغربية وشفنا كذلك أنه يحمل شعار هذا المؤتمر على صدره وفيه الصحراء الغربية يوم 22 أكتوبر يعني قبل أيام فقط خرج علينا العياشة مسيكينين المدوخين مضبعين اللي رصم يعني ملانة من الحريرة ما هو بطولهم روسهم <applause> عفوا خرجوا علينا السعوديه تدعمنا السعوديه معانا السعوديه ما نعرفهاش السعوديه الصحراء المغربيه السعوديه وشوفوا كذا وهذه التصريح وهو كلها ضحك على الطقوط تعالوا نسمعوا شو يقول هذا التصريح اللي كان وسيله لفرحه محدده الزمن من طرف العياشه سيد تدعم المملكة العربية السعودية الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية لا تنوقفوا هون. هي ك... يكلتوا عنها صافي قضية محسومة وانتهت و... ولا, ولا, ولا جدال فيها والصحراء مغربية كيفاش هذه الصحراء مغربية وما المملكه العربيه السعوديه تدعم ماذا؟ تدعم الجهود لايجاد حل سياسي مقبول ل لي... شو انا فهموني انا هذا المنطق بغيت نفهم انا هذا المنطق هي اما محسومه يعني كامل معترف بها ومحسومه وما فيها لا حل سياسي ولا البحث ولا حتى حاجه وصافي السلام عليكم السلام عليكم ولد الشده والله والله الموضوع مازال مطروح ولا يمكن ان واحد يقول فيه لا الصحراء المغربيه وهو مطروح عند الامم المتحده كقضيه تصفيه استعمار وهو انت حاضر فاش في اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار هذا فهموني انا هذا ما بقيت نفهم انا هذا المنطق والشعب الكل يخ فرحان يقول لك والله السعوديه وقت معنا لكن ماذا قالت السعوديه قالت لك ايجاد حل سياسي لقضيه كذا وكذا واللي كانت ايجاد حل معناها انه ما فات ما فات وجد حل ما فات وجد حل وأن المغرب يسعى لإيجاد إيجاد حل ايوا السلام عليكم معناها لأن المشكلة ما زالت متواصلة بحال قضية مطروحة عند المحكمة يقول لك واحدة صافي سميناها كذا وكذا ورانا مزلنا نبحثوا لها الحل حل شنو معناه؟ شنو معناه؟ أو كملوا مالي كملوا شوفوا على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ومندوبه الخاص كما نجدد دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب هو... ما هو صافي الصحراء المغربية لا أعطوهم الحكم الذاتي علاش تعطوهم الحكم الذاتي؟ ما تعطوهم لا حكم ذاتي ولا شيء، يقولون الصحراء مغربية، صافي، السلام عليكم. السعودية معانا وقطر معانا والجنون الحمر معانا والسلام و... عليكم من لي تقول لهم الحكم الذاتي لا لا ايجاد حل وراء لكم الحكم الذاتي لما تعطوهم لا حكم ذاتي ولا شيء الى الى القضيه صافي محسومه بالنسبه لكم وانتهت ما تعطوهم ولا شيء اضحكوا على شعب الكورليخ مسيكين شعب اللي اه والله لا أخذوا الحكم الذاتي اقبضوا انت انت عندك شي حكم بعد انت عندك شي وطن بعد هي الاولى باش تتكلم. شي وطن ساكن في شي وطن منين الملايين يركبون البحار ويذهبون يرمون انفسهم في البحار، عندك شي وطن انت باش تتكلم عن الحكم الذاتي ولا والله, تت... والله فقط تسمي تسمي القضيه الصحراويه على لسانك. ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحده وقرارات مجلس الامن والجمعيه العامه. امم <تصكت> هذه المبادرة التي حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام 2007 كما ترحب المملكة العربية السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين في الصحراء المغربية في دورات لجنة الأربع والعشرين آه. وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف هما هذو اللي شاركوا هذو اللي جاوا من الصحراء الغربيه وجاوا شاركوا في المواد المستديره معنى على أن المشكله ما زالت متواصله معناه دائما نفس نفس النتيجة نفس المحصلة لأن المشكلة ما زالت خائمة إذا ما يجد حد يقول يعني حسي مات وصافي وانتهت وكذا ولا ولا نحتاج إلى كذا لا. تتكلموا عن المواد المستديرة وتتكلموا عن مفاوضات وتتكلموا عن عن الحكم الذاتي وتتكلموا عن إيجاد حل شنو معنى؟ شنو معنى؟ واحد يقول لك إن احنا مسطين وأنتم عاقلين ربما ما نعرف قادر مائدتين المستديرتين مم. ومشاركه المملكه المغربيه الى جانب الجزائر وبوريطانيا والبوليزاريو وندعو الى الاستمرار الى جانب الجزائر الجزائر دخل الجزائر بالله عليكم اشاب الجزائر أجاب الجزائر 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 هي اللي هي تقرر مصير الصحراويين الشعب الجزائري لما لما يجي لما يجي واحد مبعو مندوب دوله خارجيه خارجيه مندوب دوله خارجيه يتكلم عن الجزائر يسبقها الجزائر يقول لك الجزائر وموريتانيا والبوليزاريو آه اعتقد على انه البوليزاريو هي صاحبه صاحبه الحل والعقد في هذا الموضوع والبوليزاريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ولا اعتقد على انه لا موريتانيا ولا الجزائر ممكن على انهم يقروا في مكان الصحراويين بحالة قلت مثلا تتكلم عن اليمن وتقول لا ان شاء الله سنشترك السودان وتشاد والى جانب اسمه اليمن وانت تتكلم عن اليمن انت اصلا تناقش قضيه اليمن في هذا النهج للوصول الى حل لانهاء هذا الصراع طويل الامد. كما اود ان اعبر عن ترحيب بلادي بتعيين السيد ستيفان دي مستوره مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية مع تمنيات يا بالله عليكم ضريك واش ديميس ديميتسوره اللي معينت الأمم المتحدة واش معينتو المبعوث الأممي لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية ولا في الصحراء الغربية هذا اسم تقني هذا اسم تقني هذا ملزم على أي واحد يقراه خاصه يقراه تقني كيف الا قلت الامين العام للامم المتحده ما تقدر تقول الامين العام للامم وتخلي المتحده لانك انت عندك مشكله مع الام مع المتحده تصوروا تصوروا شوفوا حجم التضليل يعني الحقها عاد يقول عاد يقول الصحراء الغربي وجات له يتم رقم الغربيه وبعد تدارك بسكين لانه راه معطي له تعليمات انه يقول الصحراء المغربيه هي ما ينقالها الصحراء المغربيه هي بعثة الأمم المتحدة والله المبعوث الأممي لتنظيم الاستفتاء منين في الصحراء الغربية. ذا قلت الأمم المتحدة. وذا هو الاسم الذي يحمله في في, في الأمم المتحدة. ولا يقعد حد لا سعودي ولا قطري ولا ولا بنغلاديشي ولا اسمه يغير من هذا الاسم فقط لأنه هو يطبل للدعاية الفلانية. حتى حتى لو كان لو كان لو كان المغرب دولة ديمقراطية لو كان المغرب دولة لو كان دولة ديمقراطية ولو كان عنده إعلام قوي ولو كان إعلام مستقل لقال في التلفزة المغربية في القناة الأولى يقول لك لا المبعوث الأممي لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية وخلوا لما يتنظم الاستفتاء ويزرق لكم الشعب الصحراوي ويقول لكم احنا رانا بغينا نعودوا مغاربه رانا مغاربه هايك ساعة راه ما تطبلوا الى بغداد تم طبلوا انتم الى القيامه الى يعني يوم القيامه لكن يعود الموضوع مطروح ويعود هذا اسم تقني وطرحته الامم المتحده وشي واحد يبدل لانه خايف من المخزن هذا راه صافي سق يسقط كل شيء ما لا مصداقية لشيء لا كيفو كيف خطاب مكتوب من وزارة الداخلية المغربية ولا يتشوفوا يعني من خلال المضمون لا يتشوفوا بأنه لا كوبي كولي من خطابات وزارة الداخلية المغربية كوبي كولي ما مكتوب لا في الرياض ولا في ولا في نيويورك مكتوب مكتوب باسمه هو... لا تجبروا كيفاش من كلمات التقنيه لا تش... تكتشفوا على انه مكتوب بالطريقه المخزنيه كان له بالتوفيق والنجاح لقد اسهمت المملكه المغربيه الشقيقه في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في الصحراء المغربيه في اطار النموذج التنموي الجديد ولن... وش... النموذج التنموي الجديد بدا والله ما في راسي انا بدا انما فراس على هذا البرنامج التنموي الجديد اللي جاب له مشاكل بن موسى فات بداو والله يعودوا بداو في شي جزيره والله شي ماهي فراس والله في شي والله في الفضاء والله والله في مخيلتي والله يحلموا انا اللي فراسي هذا النموذج التنموي الجديد هذا اللي شاتبارك معاه شاكي بن موسى والتخربيق ما فات بدا عاد التنمية قال لك آه التنمية الاسم التنمية من انطلاقا من البرنامج التنموي الجديد في الصحراء المغربية باش تعرفوا مكتوب في وزارة الداخلية المغربية ذات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان الله الله الله, الله. من أهم الخبر. حقوق الإنسان قاع تبارك الله حقوق الإنسان في الصحراء الغربية سبحان الله منين هي حقوق الإنسان اللي في الصحراء الغربية ماذا نسمي الاختطافات الجماعية والمقابر الجماعية والاختطافات السرية وماذا نسمي الاعتداء على سلطان أخي كل نهار وكل دقيقة وكل كل مرات في النهار ماذا نسمي الاعتداء على النشطاء الصحراويين ماذا نسمي اعتقال محمد يحضي الصابي ماذا نسمي اعتقال معتقلين السياسيين الصحراويين الاكديميزيك ماذا نسمي محمد او اختطافات اسمه هو المناضل الحافظي عز ماذا نسمي كل هذه الكوكبه الكبيره جدا من المعتقلين السياسيين الموجودين في سجن الاحتلال محمد لامين هدي وزيد 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 شو سموهم ماذا؟ ينعمون في الحريه والديمقراطيه الله كما كما ينعم بها المغاربه في باقي الزريبه معنى على أن المغاربه يعيشون ما شاء الله بحبوحه في الحقوق الانسان التي تمت مؤخرا في الصحراء مم. المغربيه مم. هي الانتخابات التشريعيه التي الله في ببقيه المدن وال... هي حتى الانتفاخات حتى هي ما شاء الله عالم على الديمقراطيه وتعال نقول لك انا شو وقع في الانتفاخات تعال نقول لك الحقيقه اللي وقعت في الانتفاخات شنو الانتخابات هذه تسميها انتخابات؟ تموا تسموها انتخابات واش الناس اللي تنشر 200 درهم و500 درهم و1000 درهم وكاين اللي على 10000 درهم للصوت هذه تسمى انتخابات غادي لها انتخابات اذا كانت العيون المحتله احتفظت بنفس الوجوه نفس الديكتاتوريين وصلوا الى الانتفاخات اذا كانت مجدور المحتله كذلك وصل اليها نفس الوجوه التي كانت عرفت ولا زالت تعرف بالديكتاتوريه والفساد وسرقه الاموال العامه الداخلة المحتله نفس الامر السماره المحتله نفس الامر ام هيريز نفس الامر اذا عن انتخابات نتكلم شو من انتخابات انتخابات خلوها للدول الديمقراطيه الانتخابات معروفه في الدول الديمقراطيه ما الدول الاستبداديه ما فيها انتخابات فيها التزوير وفيها وفيها انه هناك اراده من السلطه لحمايه فلان وفلان 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 وفلان, وفلان. وليبقى على فلان وفلان 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 والنيابه العامه والله النيابه العامه بالميم راكده عن تطبيق القانون حينما يتعلق الامر بتزوير الانتخابات وبشراء الذمم في واضحه النهار من هذه المره قالوا المغاربه خرجوا لها ديركت هذه المره ديك كانوا يتخزنوا هاك هذه الانتفاخات الاخيره ديركت, ديركت. بالعلالي كما يقولون في المغرب ديركت مناطق في المملكه المغربيه أيضا في هذا المقام بجهود المملكة المغربية لمكافحة جائحة كوفيد 19 وتوفير اللقاح لعدد كبير من السكان وال والله نفس الخطاب اللي, اللي مكتوب في وزارة الداخلية نفس الخطاب والله انا متاكد انه ما كتبوه هو ولا ولا عنده علاقه به بحكم يعني بحكم معرفتي بشوي ب بالطريقة التي تكتب بها البلاغات هنا وهناك مثلا في السعودية مشية الإمارات والإمارات مشية قطر وقطر ما هو المغرب والمغرب ما هو الجزائر والجزائر ما هي مصر يعني حتى في طريقة البلاغ والله في الخطاب خط... يعود خطاب رسمي ما تقد تجبرهم يعني متفقين في الك... فهذا راه خطاب مخزني يعني ما فيه ولا ريحة ريحة الخطاب السعودي شكون جابوا جابوا واحد يقراه كتبوه لو قالوا لوغرا تكلمنا على التنميه النموذج التنموي البشري الجديد تكلمنا عن الانتخابات راهم شاركوا فيها ياسر من الصحراويين وهذا يعتبر استفتاء و... 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 نفس الكلام نفس الكلام حكم ذاتي نفس الكلام يعني متاكد انه ما, ما مكتوب منه حرف واحد في المملكه العربيه السعوديه ولا ريحه المملكه العربيه السعوديه فيه المغربية، ونجدد التأكيد على دعمنا للجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية الشقيقة للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، ونذكر بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من قبل جميع الأطراف المعنية. جميع الأطراف. فش الطرفين، الطرفين؟ هذا النزاع سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل. إحنا معاك. انا بعد معاك متاكد انني معاك لكن واش كاين شي حل على جثه الشعب الصحراوي انتوما بغيتو حل على على جثه الشعب الصحراوي بغيتو فقط يعني تطحنوا الشعب الصحراوي يعني تشربوه قالوا الناس في ميها قليله ايه راهي احنا معاك بانه الحل هذا المشكل كذا والساحل وشرق وقبله وذاك كامل هي يعود فيه الامن والاستقرار وكذا ولا تلاقي يخلق قرطاسه واحده ما تضطرتك في في المنطقه كامل ولا يعود الناس كامله تنعم بالامن والسلام كما كما ينعم المغاربه عند عند صاحب الدجاجه في اماره المجرمين ولكن لابد من من حل للشعب الصحراوي لابد من حل يضمن حق الشعب الصحراوي ياك ما بغي الحل ألا انتم ماكم عارفين الحل شنو الحل هو استفتاء خلوا الناس تصوت تكتبوا متاكدين والانتفاخات ونسبه المشاركه عاليه خلوا الناس تصوت خلوا الناس تصوت ما لا لا تقولوا كلمات في الامم المتحده ولا في ولا في مكاتبكم صافي يطوى هذا الملف والسلام عليكم وخلوا راه صافي هو الصحراوي راه معادهم غاربه لكن ما تقدوا لانكم متاكدين انهم لا يصوتوا ضدكم لا يصوتوا ضد الاحتلال المغربي، وحتى المغاربه قالوا لهم بغيتوا تنضموا للصحراويين لا ينضموا للصحراويين كما نعرب عن رفضنا لاي مساس بالمصالح العليا للمملكه المغربيه الشقيقه او التعدي على المصالح العليا شنو هي المصالح العليا؟ شنو هي المصالح العليا؟ والله مكتوب مكتوب في وزاره الداخليه المغربيه سيادتها ووحدة ترابها الوطنيه والتدخل في الشؤون الداخليه لها والله ما مص حدودها الترابيه ولا 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 ولا, ارضها ولا شيء ما هي حد يمس حدودها الترابيه لكن من حدود الترابيه كنتم اليوم معلقين في السعوديه معلقين خريطة كما هي فيها الصحراء الغربيه يعني هذيك هي حدود حقيقية للمغرب شكون اللي مسها شكون اللي مس هذه الحدود من شوفوا التناقض شوفوا شوفوا التناقض على الحدود الوحدة الترابية وكذا وكذا والخريطة ذيك هي فيها الصحراء الغربية اليوم في السعودية رأي هون ورأي هون خطاب هون خطاب هون هذا الخطاب ما يشبه هذا الخطاب والله هذا الخطاب لا يشبه هذا الواقع بارك عليك حق حق ملات الطويق يمسك رايت طري الصف يمين الشمال يمسك الله يشافي مساكن العياشه هما هذوك شيء تعدلهم العياشه مسكينين ما يمكن تسبيح الليل راه يتوجد لتسبيح الليل عندها تسبيح الليل عندها تسبيح الضحى وعندها تسبيح, تسبيح القايله وتسبيح وتسبيح الليل ان <applause> <ده> شاء الله يعطوها <applause> يعطوها ان شاء الله لا تقبض قريمه ان شاء الله يعطوك قريمة الكار إن شاء الله غير تاني عاد للزريبة يعطوك قريمة الكار إن شاء الله <applause> والله راح نوصوهم قاعد يعطوك واحد قريمة عزك والله كارو حمار يعطوك كارو حمار قريمة كارو حمار تجي بعد من من ولاد سعيد البرشيد اذا كما قلت لكم ونحن نتحدث عن هذا الموضوع واجب على الرأي العام المغربي على أنه توضح له الأمور توضح له الصورة الحقيقية لهذا الملف ويعرف بأنه هذا موضوع فقط للاستهلاك يعني قابض المخزن للاستهلاك قابض المخزن باش يضحك على الشعب المغربي هو المخزن يعني يدرك يعني المخزن نفسه أكثر أكثر جهة عارفة حقيقة هذا الملف أكثر ربما حتى من نحن عارفه تفاصيل هذا الملف وعارفه حقيقته وعارفه بانه هذه الصحراء إن قالها الصحراء الغربيه هي للشعب الصحراوي وليست للمغرب وما كانت للمغرب ولا كان فيها تواجد مغربي ولا يمكن على ان يعود فيها تواجد مغربي. وكل ما كل تواجد مغربي فيها اليوم كل تواجد مغربي فيها اليوم هو جايب على الاحتلال المغربي في 75 في المسيره السوداء، لا اقل ولا اكثر. لا اقل ولا اكثر. وكل يعني كل هذا الجهد اللي قايم به المخزن في هذا الاتجاه هو لانه عارف بان هذه الارض ما يلو لو كان يعتبر هذه الارض بحالها بحال مراكش وبحال اكادير ما يستثمر فيها ما يستثمر فيها اي شيء ما يستثمر فيها هذا <applause> عفوا هذا هذا, هذا هذا كل هذا الجهد كل هذه المراوغه حتى يعني باتت قضيته الاساسيه والاولى انه عارف راسو إنه في موقف ضعف وبأن الشعب الصحراوي موقفه وموقفه ازداد شاء الله ذهابا إلى الأعلى ولابد في يوم الأيام أنه العالم لا يعود مجبر على أنه يمكن الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال في الاستقلال نحن نقول الاستقلال اذن اشكر لكم خالص المتابعه تحياتي لكم اينما كنتم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته